كمواطن عربي أنتمي إلى الحجاز أو أنت تنتمي إلى الحجاز وكذا ينتمي، كلنا ننظر أن لبنان يعاني. هل سبب معاناة لبنان على تصريح جورج قرداحي سيد جورج قرداحي؟ أنتمي للمملكة العربية السعودية، الحجاز ونجد والشرقية هذه كلها المملكة العربية السعودية. نعم نعم، قبل أن تكون المملكة كانت هناك الحجاز التي ننتمي أبداً إليها. أبد أبد. لا كان هناك الحجاز أخي. لم تكن المملكة العربية عمرها 100 عام. الحجاز هي التاريخية التي حط بها 300 الحجاز هي التي حط بها الرسول، هذه نعم أحسنت، هذه الأماكن التي شكلت العرب على أساسها. المملكة العربية هي مملكة حديثة النشأ، لكن لها ما لها وعليها، وبالنهاية هناك دولة اسمها المملكة العربية السعودية. ما العلاقة بلبنان يعني؟ ما العلاقة هذا الموضوع؟ العلاقة أخي العزيز، أنت اتهمت إيران بأنها من تذكي الصراع، هذا كان، وأنها التي أوصلت إنها إيران. بس هذا هو الواقع بالفعل. والله يعني أن الواقع، أنت ترى الواقع سيد العزيز، أنت ترى الواقع من وجهة نظرك، أنا أحترم وجهة نظرك بالنهاية، أعطيني مجال أنا يعني. هو دوري بالحديث أستاذ مبارك، هو دوري بالحديث. أنت اليوم تنظر إلى الواقع من وجهة نظرك. لا يمكن الذي بصيرة أن يتجاوز هذه الحقيقة. أحسنت، ترى البصيرة من وجهة نظرك، أنا أراها من وجهة نظر مختلفة خارج قوقعة لبنان وخارج قوقعة السعودية. أنا اليوم أنظر أن لبنان السعودية، أما من يشعر المملكة العربية السعودية كما تسميها. لو سمحت، دوري بالكلام، هو دوري بالكلام. المملكة العربية السعودية مرتضى وبعدها حضرتك تتفضل. أنا ما عندي، ما المملكة العربية السعودية كما تحب أن تسميها، والمملكة ماذا فعلت إزاء كلمة قالها وزير لبناني؟ قطعت العلاقات، جعلت كل الدول العربية تقطع العلاقات وفعلت ما فعلت. هل هذا هو المرجو من هذه الدول العربية؟ هل هذه هي الدول التي يجب أن ترعى لبنان؟ أخي العزيز، أخي العزيز، حرب السعودية على اليمن حرب حدثية راح ضحيتها مئات الآلاف من الضحايا برعاية السعودية. يعني ما له تسميها كما تريد أن تمرر. طبعا لا أمرر، كل له رأيه، كل له رأيه. أنا لست الحكومة اللبنانية كي تمرر عليك علي آرائك. أستاذ مرتضى، وصلت الفكرة؟ أنا لست حكومة لبنان، أنا شخص آخر.